عادت من جديد لخالد الرويلي بلمسه او من هناك وصلت الى الان سوزا يبحث عن زميل يبحث عن ارضيه جميله زاحفه الله على التمريره اوهو يا سلام على اللقطة الماضية من انطلق هناك على السبيدي بعرضية مثالية زاحفة ولكن حارس المرمى من تصدى هناك إبراهيم الحافظ عادت من جديد وصلت لعبد العزيز العلاوي بلمسة بعيدة وطالت اللقطة الماضية ذهبت إلى إبراهيم الحافظ في هذه اللحظات نعم تمريرة كانت جميلة ولكن طالت في اللقطة الماضية يعني إذا تحدثنا عن مشوار الفريقين إلى الأمام التشتيت كان حاضر في اللقطة الماضية وعادت من جديد بين أقدام لاعبي النجوم الكرة محمد البلادي بيلعبها وصلت إلى ستيت لاعب الرواندي عادت لإبراهيم الحافظ من جديد يبحثون عن بناء هجمة الكرة ما زالت على التمثيل ملعوبة عالية هناك ساقطة يا سلام على حارس المرمى بخطوة اليد أبعد الكرة الماضية عادت اعتمدت الخشبات الثلاثة إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق النجوم الكرة الماضية ملعوبة وصلت في منتصف أرضية هذا الميدان وصلت الكرة الماضية عادت إلى الرويلي بلمسة بتغيير الاتجاه والوجهة هناك إلى الأمام إلى أيمن الخليف أيمن 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 الله 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 على المرور على التصويبة عادت من جديد أوهو لا 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 انظر إلى التمركز وبعد ذلك المرور أوهو أوه على المرور يرى وذلك يرى وذلك يا أيمن يا خليف الكرة بلمسة حكم اللقاء يرى بأن هنالك لا شيء ما زالت هذه اللمسة ولكن الكناني لم يستغل هذه الكرة وعادت افريقيا لمن ينتظره لقاء من امام نيجيريا وليبيا هنالك في التصفيات الامم الافريقية الكرة الماضية ملعوبة بلمسة راسية عادت الى تابع عشان يشاهد الكرة الماضية بانتظارها هنالك ما سيرتقي عاليا الكرة الماضية عاليا ولكن الحافظ خطة اليد التصويب ولكن بعد ذلك الابعاد اوهو شاهد نترقب ونرتقب لهذه الكرة 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 هناك على التنفيذ من الان سوزا ولكن ضعيفة 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 كانت حلوة ومكانها صح يا الان ولكن سهلة على ابراهيم الحافظ سهلة على ابراهيم الحافظ من تصدى لهذه الكرة بالاحفاظ وقال اذهبي الى الامام وذهبت الى الامام وعدت من حجوي ومرت من جديد أسماء المدربين وعلى مستوى اللاعبين داخل أرضية هذا الميدان الكرة الماضية للمقهوي مصدر الخطر يا مقهوي العودة للعلا هم ينتظرون مثل هذه الكرات يا مقهوي لا 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 ليست بمثل هذه الطريقة يا مقهوي نحن نعلم من المقهوي ونعلم من الذي يمتلك هذا اللاعب من خصائص كبيرة ومثيرة وجميلة على مستوى التمرير الكرة الماضية كانت عرضية زاحفة وصعد إبراهيم الحافظ ضربة عالية ضربة راسية حاضرة لمسة يبحث عن زميل من جديد لعبد العزيز العلاوي عند الكرة العلاوي بعرضية جميلة ولكن وصلت سهلة في احضان حارس المرمى ابراهيم الحافظ ما زال يحافظ على شباكه حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة وحتى هذه الدقيقة الكرة الماضية ضربة عالية وصلت هناك حجوي بكنترول عند الكرة إلى الوراء محمد البلادي إلى إبراهيم الحافظ يبحث عن زميل أمر اللاعبين بالتقدم إلى الأمام الكرة ملعوبة عالية بالفعل وصلت لمن؟ وصلت الأيمن الخليف الله على كنترولك يا رجل الله على الكنترول يا رجل الله على التمريرة ولكن كاد أو كان ينقصها الكثير والكثير من الدقة بأن تشكل الخطر على شباك إبراهيم الحافظ الحافظ عند الكرة ملعوبة في الناحية خسر الكرة ياسر في تمريرة ولكن بعيدة لا 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 يعني حضور الذهني بالنسبة للاعبي العلم لم يحضر إلى حتى هذه اللحظة إلى حتى هذه اللحظة لم
يتواجد الحضور الذهني بالنسبه للاعبين فريق العلا ولمثل هذا عساهم فاعلين. نحن نتابع، هكذا هي كرة القدم وهكذا هي متعة كرة القدم. نحن نتابع، نحن نستمتع، نحن بلسان الحياد نتكلم وبعين العاشقة لكرة القدم نتابع. ونحن أيضا من يريد أن بين من بعد ذلك يفكر ومتى سيقرر يلعبها إلى الوراء. عادت من جديد وذلك إلى الدفاعات وإبراهيم الحافظ عند الكرة. إبراهيم عند الكرة إلى ضربة مرمى في مصلحة فريق النجوم. الكرة عند الحافظ يلعبها إلى الأمام. هيا بنا نحو الأمام، لا نريد لا نريد لا نريد. الله هذا الميدان، هل تحدثت مع اللاعبين؟ هل قلت لهم؟ جميع الأسئلة تبين ضربة مرمى لمصلحة فريق العلا. الكرة ملعوبة عالية إلى الأمام، وصلت إلى إبراهيم الحافظ عند الكرة. إبراهيم يمسك بهذه الكرة بيلعبها لبلادي محمد، عاد بها إلى الوراء. ملعوبة عالية ساقطة وصلت، ولكن الأبعاد هناك من العلاوي. عادت لإبراهيم، إبراهيم عاد الكرة يريد أن يكسب مزيدا من الوقت. نعم، يعلم بأن الانتصار سيعيد الأمل لمصلحة فريق النجوم. انظر إلى الحاج في مضايقة على إبراهيم حافظ. مازالت الكرة مستمرة، ملعوبة عالية، هناك الاستلام أكثر من رائع. مستمرة ملعوبة في الطرف الأيمن، وصلت إلى أنويل بعرضية عالية. هناك وصلت لمن؟ إلى أحضان إبراهيم الحافظ كالعادة وكالمعتاد، وصلت إلى الرقم 35 إبراهيم الحافظ بر الأمان وحامل عريم. من قفز هذا المدرب رياض السعيد الذي يسعد كثيرا. هذا في العودة وهذا بالتعادل. الجميع يتابع. الكرة الماضية ضربة راسية قوية. أوهو يا الله، إبراهيم الحافظ ما زال محافظا على شباكه، ما زال محافظا على شباكه. أي قذيفة مرسلة، ما زالت مستمرة، ما زال الخطر. وهنا الاعتراضات والاحتجاجات في اللقطة الماضية، والمكهوي يمسك راسه من هول المنظر، من هول المنظر، ولكن الكرة عند النجوم. هدف ثالث، لا هدف ثالث ثالث ثالث. الله 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 الله. الزين يبحث عن مكان، عن فرصة، عن مساحة، عن عرضية، عن كرة عالية، كرة عالية، ولكن وصلت سهلا إلى إبراهيم الحافظ وفي أحضان إبراهيم الحافظ. نعم نعم، لم نشاهد كثير إبراهيم الحافظ لأن جميع الكرة بالرغم. هنا ما زالت الكرة الماضية عادت من جديد، وصلت إلى أيمن الخليف عند الكرة أيمن. أيمن ما زالت مستمرة، عادت الله على مرور الحاج عثمان في المضايقة، ولكن إبراهيم الحافظ هو من يتقدم ويمسك بهذه الكرة ويقول ولا هنا فعليكم الاحتياط وعليكم الأمل.